السلام عليكم خويا. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لا باس خويا الحمد لله. الله يسقسيك معليش. واخويا. شغل انت مزوج ما تمزوجش. يا حسرة شكي تهضر خويا وين راه الزواج وين راه؟ علاش كاين؟ يا بدي وين ما تروح البيبان مبلعة واحدة. خطبت من قبل. يا خطبت الأولى خويا قالت لك أودي لازم تكون خدام وتكون عندك شهرية مليحة وداري وحدي. ما نكذبش عليك أنا مانيش قد هذا المسؤولية. السلام عليكم خويا. وي خويا كي دايرها صافا؟ لاباس غايا. علاش تقعد وحاير في الحيطه هنايا؟ ودي ها واش راح دير؟ لا خدمه. سؤال يا اخي وجاوبني بكل صراحه. واه ما كاينش مشكل. مزوج ما تمزوجش. هادي تثبت لي على الزواج على بالك والله انا نعيا في رينايا كاع. هادي مزوج ومطلق خويا كاع. يا نقول لك على ممكن خبرنا السبب على طلق. هادي الشباب على طلق في ميزك علاه في ميزك. المدير اللي يخدم معها جابها لي وصلها لي حتى باب الدار. وكي هضرت معاه قال لي شام داخل تخدم معايا. وهي قالت لي اميتي آه قالت لي هذا هو اللي راه مخدمني وكاع كيفاه سمع نسكت انا ولا كيفاه هضروك ايش درت طلقت وصاي هاو كي دير ما جربتش تزيد تخطب المره الزوجه يا بدي يا حي زوجت بالزوجه ثاني زوجه شي قالت لي في ميزك أيه. ما تخليني نخدم علاش قلت لها معليش تخدمي شرطه خدمتها خليتها تخدم أيه. درت كونكور وربحت أيه. عاود طاحت عند المدير الاول ما فهمتش المشكله اش يدير يا ودي لا شتو علم فيها تسوقه يا ودي كي اش يدير هاو كي دير كي عاود طلقت فين عاود طلقت ودرت كرو على الزواج ما نزوج صاي نقعد وحدي والله هاو كي دير اود خويا ودي اخويا معليش سقسيك واخويا مرحبا بك متزوج ماكش متزوج لا مازال ما حصل لي الشرط وعلاش ماكش ما كتزوج اش نقول لك انا كنت نقرا بالحق كملت قرايتي كنت نبغي واحدة وتبغيني راك تعرف كي رحت نخطب فيها قالوا لي ودي راهي مع ولد خالتها في عامين راه خاطبها انا كنت معايا والله ما عرفت هي من فما هي من بعديها شي واش درت من بعديها من بعد فاني هبلتني ما شويه قالت لي رونا نخطبوا ولا ما تقعدش رحت نخطبت واحدة كي وصلت تقساوني عندك لوطو عندك دار عندك دوار شي تخدم الحق ما عندي لوطو وما نخدم ولا عايش انا وما بوي قالوا لي ما فيهاش لازم ندبر خدمه ما بغاتش كاش كيفاش ومن بعديها شرطوا لي الخدمه كي رحت نخطب قلت لهم انا نبيع الحوت قال لي مكش منها بنتنا انا مع واحد تبيع الحوت كاش منها مشكل والله مشكل واخويا سقسيك السلام عليكم كي راك داير لاباس والله يرحمك ربي وانت مليح غاية والله يرحمك ربي سقسيك خويا انت مزوج وانا تبان عليا متزوج يعني لا خدمه لا دار لا دوار ما فيهاش ما فيها يبدي يبدي قبل يبدي تحشي خطفته ايوا يبدي شي هذو يسالوا الزواج هذو يعني تاع لايف وتاع باتيسري وتاع لاتيتي ما مش على اللي يديروا الدار ونصف الدين يعني صرا كاينه سكنه كاينه هذه ما عين كان والو لا سكنه قلت لك لا دار لا دوار ما فيهاش يا خويا تهلا في روحك يعطيك الصحه